السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. مع حضراتكم دكتور محمود فاروق في الحلقة الثالثة الخاصة بالجرائم الإلكترونية. عرفنا في الحلقة الأولى إيه هي الجريمة الإلكترونية وإيه هو محلها وإزاي بتقع. عرفنا في الحلقة الثانية إن مين هو المتهم الإلكتروني وإزاي بيعمل المعالجة الإلكترونية للبيانات والمعلومات اللي هي محل الجريمة الإلكترونية. أنا هعرف بقى إزاي إن العمل دوت يعد جريمة إلكترونية، بمعنى إيه الفعل اللي لو ارتكب أقول عليه جريمة إلكترونية، أو إيه الفعل اللي لو تم أقدر أقول إن الشخص دوت عمل معالجة إلكترونية للبيانات والمعلومات بالتالي وقعت ووقعت الجريمة الإلكترونية. يعني عايز تقول إيه؟ عايز أقول إيه هي أنواع الجريمة الإلكترونية وإزاي أقدر أقول إن أنا في محل جريمة، أو هو فعل عادي جدا، أو الفعل دوت يشكل إمتى جريمة أو ما يشكلش جريمة إلكترونية. طيب هنقسم تقسيمات أنواع الجرائم الإلكترونية للآتي. أول حاجة جرائم ضد الأفراد عادي جدا، سواء هي الأشخاص الطبيعية أو جرائم ضد الأشخاص الاعتبارية. بعد كده جرائم ضد اللي هي الجرائم المالية، تمام. آخر حاجة جرائم ضد الدولة، وهنحط نوع زيادة شوية هي جرائم ضد الأطفال. جرائم ضد الأطفال. طيب إيه هي جرائم ضد الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية بصفة عامة؟ أول حاجة هي جريمة انتحال الشخصية، جريمة انتحال الشخصية، جريمة تهديد الأفراد، جريمة تهديد الأفراد، التحريض على ارتكاب أعمال غير مشروعة، السب والقصف الإلكتروني، والمضايقات والمطاردات اللي بتحصل للأشخاص، أو سرقة الحسابات الشخصية اللي هي زي الأكاونتس والحاجات اللي هي عندك سواء على الفيسبوك أو تويتر، أو الداتا الخاصة بيك على البرامج الخاصة بحضرتك على وسائل التواصل الاجتماعي. طيب يعني إيه انتحال الشخصية؟ انتحال الشخصية دي زي ما كنا بنتكلم في الفيديو رقم 2 والفيديو رقم 1 عن اللي هي الحالة الأولى والتانية، عن إن دي موجود محل الجريمة بيكون بيانات ومعلومات بتخش يتعمل لها معالجة إلكترونية. بالفعل هي دي حاجة واجهة من وجهات الجريمة الإلكترونية وهي انتحال الشخصية. يبدأ المتهم الإلكتروني يدخل على البيانات والمعلومات بتاعتك ياخدها. فاكرين المعالجة الإلكترونية كنا بنقول إيه؟ ان هي بيدخل يعمل معالجة لبياناتك، يا اما ينقلها، يا اما ينسخها، يا اما يرسلها، يا اما يقتبسها ويقعد يتعامل بيها او يمحيها او يعمل لها ازالة. هو هنا بقى في امتحان الشخصية دخل المتهم الالكتروني الهاكرز او ايا كانت صفته ايه، دخل عمل معالجة لبياناتك، اقتبس منها نسخة، اخدها عنده، انتحل صفتك، انتحل شخصيتك في التعامل مع الناس، وبالفعل ظهر باسم حضرتك او ظهر بالصفة بتاعت حضرتك قدام الاخرين وتعامل بالنيابة عن حضرتك، ودخلك في مشاكل كبيرة جدا. لجيت بعد كده لقيت المطالبات بتيجي عليك انت وانت اصلا ما كنتش ليك اي وجود فعلي واقعي الا بالاسم الوهمي او الصفة الوهمية اللي اتخذت عن حضرتك. دي انتحال الشخصية او تهديد الافراد. يبدأ هنا المتهم يدخل على داتا البيانات الخاصة بالبيانات والمعلومات الخاصة بحضرتك، يعمل معالجة زي ما قلنا المعالجة المرة اللي فاتت، ينقل الكلام دوت بالنسبة له، خاصة بتبقى فيه اللي هي البرامج اللي بين او التواصل اللي بين الفتيات والشباب، يبدأ ياخد بعض المعلومات معينة ويبدأ يبتز بيها البنت او يبتز بيها الشاب، على انه هو بيهدده ان هو بالفعل لو ما عملتش كل الاساسيات اللي هو طالبها منه هيبدأ يبتزه بالداتا او التفاصيل او البيانات والمعلومات اللي هو اطلع عليها بصفة خاصة ما بين المجني عليه الكترونيا. طيب بعد كده في عندنا حاجة اسمها التحريض على ارتكاب الاعمال الغير مشروعة، ودي زيها بالظبط زي ده تهديد الافراد. يدخل برضو الشخص نفسه يبدأ يهدد المجني عليه الكترونيا ان هو لو ما عملش الافعال اللي هو يقصد ان هو يضر بيها على التواصل الاجتماعي، يبدأ ان هو بيكون معاه بعض الداتا البيانات او المعلومات الخاصة بيه اللي بتشكل المجني عليه في حد ذاتها زي وقع فضيحة او وقع مثلا سرية ما ينفعش حد يعرفها. يبدأ ان هو
يهدده او يبدا ان هو يعني يقوده على ارتكاب افعال غير مشروعه مقابل الفصح او الفضح بالمعلومات والبيانات الخاصه به. بعد كده السب والقصف الالكتروني، ودوت طبعا كلنا بنتعرض له وكل الناس بتشتكي منه، ويمكن 90% من الجرائم الالكترونيه اللي بتتمسك دلوقتي في مصر كلها او اغلبها قصف السب والقصف الالكتروني، وهو التعدي بالالفاظ او بواقعة معينة غير صحيحة خاصة بالاشخاص، ودي طبعا بتكون على غير الحقيقة او بتسبب اذى او ضرر نفسي للمجني عليه الكترونيا. طبعا اخر حاجة اللي هي المطاردات وسرقة الحسابات الشخصية اللي هي زي الاكاونتس اللي عندك او الداتا بتاعتك اللي بتكون على الفيسبوك. ناس كتيرة جدا بتقول ده انا الصفحة بتاعتي اتهكرت. هي فعليا اتهكرت، هي فعليا اتعمل لها معالجة، شخص دخل عليها اخذ منها الداتا بتاعتك والباسوردز بتاعتك، عمل لها المعالجة الالكترونية، غير الباسورد، غير الداتا بتاعتك، وبدأ بقى يمتلك الصفحة بل ويبعت كمان رسائل للناس التانية. دي الجرائم الخاصة ضد الافراد الاشخاص الطبيعية. ايه هي انواع الجرائم الالكترونية الخاصة بالاشخاص الاعتبارية؟ طيب الاشخاص الاعتبارية عموما اللي هي الشركات دايما بتكون محل العمل بتاعها دلوقتي في العصر الحديث ده عبارة عن برامج الكترونية بتنظم الشركة ما بينها وبين بعضها داخليا او خارجيا مع فروع الشركة دي، خاصة لو كانت فروع دولية او فروع محلية داخل الدولة ولكن على محافظات معينة، بحيث دلوقتي ان كل دلوقتي شركة لازم بنشوف فيها قسم مثلا زي الشؤون الحسابية او الشؤون المالية عندهم برامج معينة بتنظم طريقة العمل جوه إدارة الحسابات، إزاي بيتعاملوا مع بعض الشؤون الإدارية أو شؤون الأفراد، أو مثلا لو شركة مثلا خاصة بتنظيم برامج معينة مثلا زي تنظيم برامج سياحية أو مثلا تنظيم حاجة في المهن الصناعية أو الكلام ده، بليهم دلوقتي ماشيين كلهم على داتا إلكترونية بينظموا عليها كل حاجة خاصة في الوقت الحالي. يبدأ إزاي بقى بتقع عليهم الجريمة؟ الجريمة الإلكترونية هنا بتكون لها نوعين فقط على الشركات الخاصة، يا إما اختراق الأنظمة أو تدمير الأنظمة. بمعنى يا إما الجريمة الإلكترونية رقم واحد على الشركات الخاصة بتكون هدفها اختراق النظام. يعني اختراق النظام هو الدخول الغير مصرح له للمتهم الإلكتروني، ويبدأ إن هو يطلع ويخترق ويوصل لكل الأنظمة الخاصة بالشركة، يطلع على سجل الموظفين وسجل الشؤون المالية، ويطلع على براءات التصنيع جوه، ويطلع على النظم والعقود بتاعتهم، لأن كل شركة ليها أسرار ومعلومات القانون بيحميها وما ينفعش انها يتم الافصاح عنها. يبدأ ان الشركة منافسة مثلا تجند بعض المهندسين، ودي حصلت قبل كده في قضية معانا، ان جت شركة قالت ان انا فجأة لقيت ان كل الداتا بتاعتي عند شركة تانية، وموظف من هناك بلغني بكل الداتا اللي عندي، ده شخص يعني كان ليه معزة عندهم مثلا في شركة تانية، قال له خد بالك ان كل الداتا بتاعتك وصلت الشركة عندنا، كل نظام التشغيل بتاعك، كل نظام التصنيع بتاعك، وكل داتا الموظفين بمؤهلاتهم، بقى يطلب كمان الموظفين من الشركة دي، وصل لكل حاجة حتى المرتبات الخاصة بكل موظف على الداتا دي، بدأ ان هو يوصل لها وياخد لها كوبي، وياخد كوبي من المعلومات والبيانات ونظم التشغيل والعقود، بل كمان دخل ان هو بدأ يجيب، كانت الشركة دي متعاقدة مع شركات خارجية، بالفعل اخد كل داتا الشركات الخارجية وبدأ ان هو يخاطب الشركة الخارجية على انه بيقدم لهم عروض احسن من الشركة اللي هي المجني عليها الكترونيا. دوت كان اسمه اختراق النظام الالكتروني الخاص بالشركة الاعتباري او الشخص الاعتباري. تاني حاجة بيكون النوع التاني من الجرائم ضد الاشخاص الاعتبارية هي جرائم تدمير الانظمة، ان الشركة ديت او المنافس ليك او الفيروس اللي بيخش او الشخص اللي بيخش عليك بيخش لك بفيروس معين، قصده ان هو يهدلك النظام اللي انت عملته جوه الكيان بتاعك ده، شركتك فجأة واللحظة تتشل، تقف تماما، مش عارفين يتواصلوا ما بين الادارات من بعضها، مش عارفين يتواصلوا من الادارات والادارات التانية لو فروع جوه البلد، او مش قادرين يتواصلوا ما بينهم وبين فروع بره البلد، خاصة لو كانت الشركة ديت قايمة على اساسها او اساسها قايم على التواصل ما بينها وبين الفروع الخارجية عن طريق مثلا ايميلات او طلبات او تنفيذ اوامر او طلبات عن طريق الانترنت او وسائل التواصل الحديثة. تبدأ المنافس او المتهم الالكتروني بيدخل هنا يدمر لك النظام خالص، يدمر لك الشبكات. تقصد ايه بالنظام؟ النظام هو الكيان الالكتروني المبني عليه الشركة او الشخص الاعتباري نفسه، اللي هو بيكون مجني عليه، اللي هو بيتم
التهجم عليه أو بيتم اختراقه بقصد التدمير أن تدمير النظام الخاص به. طيب في أنواع جرائم تانية، جرائم إلكترونية بتكون ضد الدولة، ودي طبعا بتكون طبعا جرائم الخاصة بسلامة وأمن الدولة، أو جرائم اللي هي بترتكب زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت اللي هي إطلاق المواقع اللي بتحرض على يا إما الأعمال الإرهابية أو أعمال منافية للدولة أو أخبار غير حقيقية على الدولة، ده كله بيعتبر جريمة إلكترونية. طيب إيه هي الأفعال دي؟ عادة بتكون أفعال خاصة بتكون ضد سلامة الدولة أو بتكون قصدها هي أمن الدولة بصفة رئيسية. بيبدأ المتهمين الإلكترونيين دولت، ودول بيبقوا طبعا على تقنية عالية جدا، لو ما داخلين برضو على شبكات ثقيلة جدا زي شبكات الدولة، ويبدأوا اللي هم ينثروا الفيروسات الخاصة بيهم مثلا بتدمير أنظمة أجهزة الدولة أو بتدمير الشبكات الخاصة بالدولة، أو بيخش طبعا إن هم يطلقوا مواقع بتحرض طبعا على الأعمال الإرهابية، خاصة كمان لو ينتحلوا صفة حد معين ويبعتوا رسائل زي ما كنا بنشوف في الأيام اللي فاتت دي، كل شوية نسمع ان وزارة كذا طلعت تقول ان دي اشاعة، مش احنا اللي عملنا كذا، دي اشاعة، الاشاعة دي غلط. كل دي جرائم الكترونية بانتحال الصفات ودخول غير مشروع واصدار كمان بيانات خاصة غير حقيقية الا من الشخص المجني عليه الكترونيا. اخر حاجة وهي الجرائم المالية والجرائم ضد الافراد. والجرائم المالية دي هي سرقة الحسابات البنكية لايا كان الشخص ده ايه، ايا كان الشخص الطبيعي او الشخص الاعتباري او كيان الدولة مثلا في بنوك الدولة، بيتم التهجم بيتم الوصول، وهنعرف في الحلقة الجاية يعني ايه الوصول ويعني ايه التهجم وعن ايه الاختراق وازاي يوصل للحساب البنكي وبيعمل ايه الكترونيا، هنعرف كل دوت في الحلقة الجاية. ولكن اخر حاجة اقولها قبل ما نختم الحلقة دي هي جرائم ضد الاطفال، ودي خاصة يا اما باطلاق المواقع الاباحية للاطفال الصغيرة على اللابتوب مثلا او التابلتس بتاعهم كده، يا اما بتكون اللي هي الالعاب المميتة زي اللي احنا شفناها في العصر الحديث او في الاونة الاخيرة. شكرا لحضراتكم، وانتظرونا ان شاء الله في حلقة جديدة مع الجرائم الالكترونية، وهنتكلم في الحلقة الجاية عن اركان الجريمة الالكترونية، وهنتكلم معها كمان على ازاي الدليل الالكتروني بيتم فحصه ويتم التعامل معه. شكرا لحضراتكم.